Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je suis très très désolé pour cette rupture. عندنا ربما عندي مدة ما كملتش سلسلة المراجعة النهائية. اليوم إن شاء الله راح نكملوا ونواصلوا في سلسلة المراجعة النهائية في اللغة الفرنسية من أجل التحضير الجاد لشهادة التعليم المتوسط. نواصلوا مع الدرس السابع وراح ندخلوا في دروس لا غرامير، دروس تاع لا غرامير اللي هما سي سون دي لوسون تري تري امبورطونت، ودايما ما يجي عليهم سؤال ولا سؤالين في لو بويان، يعني لا غرامير اي تري امبورطونت. الوغ لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف اي كومبليتيف، اليوم راح نشوفوا اول درس اللي هو لا غولاتيف اي لا كومبليتيف، وش هو الفرق بيناتهم، كيفاه نفرقوا بيناتهم، وفي واش راح نستعملوهم، وبيان سور كيفاه راح يجوني الاسئله نتاعهم. بيان سور جو انفيت ا تيرميني توت لا فيديو، لازم تحاولوا تكملوا لا فيديو كامل، اذا جاتكم طويله ولا حاولوا ديروا لا فيتاس، خلي اليوتيوب فيه الاخر لا فيتاس، ديروا لا فيتاس باش ما تديوش وقت بزاف، ولكن لازم تفرجوه كامل لانه فيه شرح مهم جدا. الو راح نبداو دابور، دائما هذه الملخصات وهذه الدروس راكم تلقاو الرابط تاع المجال التلميذ المتميز في اللغه الفرنسيه، العدد الاول هذا تاع لو بروجي 1 تلقاوه في صندوق لوس باش تحملوا تراجعوا من الملخص. نبداو وش هي دابور لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف، وش هما المميزات نتاعها. لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف est une expansion du nom. ما معناها une expansion du nom؟ ما معناها تدعم الاسم تاعنا، لو نون تاعنا، الاسم لو غروب نومينال، تزيد توضحه اكثر، كيما لادجكتيف كاليفيكاتيف، الصفه تاعنا واش دير، توضح الموصوف، يعني تزيد تعرفنا به وتوضح لنا الاخر، الموصوف نتاعنا اللي يكون غامض، حتى لا سوبوردوني ريلاتيف عندها نفس الاخر، كي هي كي لادجكتيف كاليفيكاتيف، عندهم اسم اللي هو ليكسبونسيون دو نون. حاجه الثانيه اللي لازم تعرفوها على لا غولاتيف سي ان انت الي انتروديت بار ان برونون غولاتيف، تكون مسبوقه باسم موصول والاسماء الموصوله، عندكم كي كو او دون، وعندكم الاخرين، عندكم اكي لو كال لي كال، هذوك ما يهموناش، ركزوا لي على هذ الاربعه كي كو دون او. لو كي يرجع على لو غروب نومين، كي نعوض يعوض ان غروب، رومبلاس ان غروب نومين سوجي، كو رومبلاس ان سي اون دي، dont remplace un C, un COI, et le OU remplace un CCL ou bien un CCT. يعني لو او هذا كيرجع على يا اما على زمان، على ظرف زمان ولا ظرف مكان. لو دون يرجع على ان كومبليمون دوبجي انديريكت، لو كو يرجع على ان كومبليمون دوبجي ديريكت، ولو كي يرجع على ان كومبليمون او بيان باردون ان غروب نومينال سوجي. معلومة ثالثة، لو برونو غيلاتيف سو بلاس توجور ابخي لونتيسيدون، لو نون كي رومبلاس، الاسم الموصول هذا تاعنا، لو كي ولا لو كو ولا لو دون ولا لو او، واش وقتا وين المقر نتاعو، وين نحطوه في الجملة، نحطوه ورا اسم، هذاك الاسم اللي يكون قبل لو برونو غيلاتيف نسميوه لونتيسيدون، كيقولك سولين لونتيسيدون هو لو نون اللي يعوضو لو برونو غيلاتيف بتعبير اوضح، لانه ما نقولكش دايما يكون قبله مباشرة، لانه قادر تكون بيناتهم حاجة. الوغ هو الاسم كيقولك، كنقولك لا فيل دو جيجل كو جي فيزيتي، que avec le pronom relatif que remplace quoi la ville de Gigil. Alors la ville de Gigil c'est un antécédent, يعني l'antécédent هو الاسم ou le nom اللي يعوضه le pronom relatif. Maintenant la complétive conjonctive, la proposition subordonnée complétive conjonctive, واش نعرفوا عليها. اول شيء c'est elle est introduite par la conjonction que placée après un verbe. يعني هنايا la complétive ماشي كيما la relative تكون مسبوقه فقط بكو، ثم تقراو اللي مسبوقه فقط بكو. لا كومبليتيف كونجونكتيف اللي على سمينا كونجونكتيف على خاطرش مسبوقه بلا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كو، هذيك لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كو بلاسي ابري توجور ان فيرب، يعني كو هذيك تكون تجي ورا الفعل دائما، جو سويت كو، جو بونس كو، يعني قبل كو دائما يكون ان فيرب. Elle complète le sens du verbe qui la précède. يعني la conjonctive هذه تاعنا la complétive وش هي الدور تاعها الاخرى الاخرى elle précise le sens de l'antécédent توضح لنا المعنى نتاع الموصوف نتاعنا ولا نتاع الاسم الذي قبلها. هذه واش دير تكمل معنى الفعل الذي سبقه، يعني الفعل je pense اظن que
ونكمل كو، هذه يكون كمل هي لا كومبليتيف، توضح لي وش وش الاخر، تكمل لي المعنى نتاع الفعل نتاعي. الفعل نتاعي هو اظن، جو بونس، مي tu penses quoi، ماذا تظن، هذاك ماذا تظن هو لا كومبليتيف. نديرو لا كومبليتيف باش نوضحوا المعنى نتاع، ولا نكملوا المعنى نتاع لا كومبليتيف. الفرق بينها وبين لا غولاتيف، لا غولاتيف نديروها باش نوضحوا المعنى، يعني نزيدوا له توضيح المعنى، بصح لا كومبليتيف باش نكملوا المعنى. يعني لا كومبليتيف ضروريه، لا كومبليتيف ضروريه، ال ne peut être ni déplacée ni supprimée كما راكم تشوفوا في المعلومه الثالثه. يعني لا كومبليتيف ما نقدروش نحذفوها وما نقدروش نغيروا لها المكان، دائما تجي وراء لو فيرب وتكون انديسبونسابل بيان سور، ما نقدروش نحذفوها، لانه اذا حذفناها، عفوا، اذا حذفنا لا كومبليتيف المعنى نتاعنا يولي معنى ناقص. معلومه اخرى، الجو لو رول دان سي او دي كار ال ريبون ا لا كيسيون كوا، يعني تلعب دور لو سي او دي المفعول به. نقولك جو بونس كو، ونكمل الجمله تاعي، نقولك tu penses à quoi، يعني ماذا تظن، ماذا الاجابه نتاعو هي لا كومبليتيف. الوغ لا كومبليتيف تجيب عن السؤال لماذا، او لماذا، عفوا، ماذا. الوغ الجو لو رول دان سي او دي. maintenant on va donner des exemples، احمدو امثله على لا كومبليتيف على لا غولاتيف. لا غولاتيف باغ اكزومبل، لا ريجيون دو جيجيل كو جي فيزيتي ايت ان باراديس سور تير. راكم تشوفوا لا ريجيون دو جيجيل، هذا سمين اون بلو، سمينه لونتيسيدون، هذا لو كو سمينه لا باردون لو برونون غولاتيف، وهذه راح تكون كو جي فيزيتي ايت ان باراديس، او بيان كو جي فيزيتي، سمينها اون بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. هنايا انتوما علاه شوفوا، اذا كان لقيتو لو هنايا، اذا كان لقيتو كي ولا او ولا دون، خلاص باينه سي غولاتيف. مي المشكل وين، كي نلقاو كو، يعني كو والكو، وقتها نعرفوا باللي سي كومبليتيف ولا سي غولاتيف. هنا اذا كان لو كو هذه قبلها جا اسم ان نون اللي هو لونتيسيدون، وهذاك الاسم يعوض لو كو هذاك، سا فو دير سي اون غولاتيف. اذا كان لو كو نتاعنا جا قبلو ان فيرب كيما هنا جو كخوا كو، سي اون كومبليتيف. لو كو لا كونجونكسيون كو الي بريسيدي باغ ان فيرب، هنايا لو اذا كان قبلها ان فيرب الوغ سي اون كومبليتيف. واش تلاحظوا باللي لو كو هذا عنده دورين، اذا كان رانا دون اون غولاتيف لو كو نسميو ان برونون غولاتيف، اذا رانا دون اون كومبليتيف كونجونكتيف نسميو اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. مانتونون اون رمارك، هذه كنا شرحناها الان باللي كي نكونو في لا غولاتيف لو كو نسميو ان برونون غولاتيف، اسم موصول. كي نكونو في دون اون كومبليتيف لو كو هذاك نسميوها اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. مانتونون l'indicatif ou subjonctif، راح ندخلو في لا كومبليتيف. لا غولاتيف خلاص عرفناها، عرفنا كيف نفرقوا بيناتهم. maintenant في لا كومبليتيف في حد ذاتها، لا كومبليتيف في حد ذاتها، لو كان نرجعوا للمثال السابق، je crois que l'être humain est intelligent. واش راكم تلاحظوا، عفوا، فيها فعلين. الفعل الاول هذا نسميه لو بريمي فيرب، هذا نسميه لو دوزيام فيرب او اس تي، كخوا و اس تي. راح نشوفوا العلاقه بيناتهم. العلاقه بيناتهم انكم في الامتحان يمدوا لكم هذا، يعني هذا يمدوه لكم صرف، ويمدوا لكم هذا بين قوسين ويقول لكم صرفوه. كيف راح تصرفوه انتوما، وفي اي زمن راح تصرفوه، دون كيل مود اي دون كيل طون. الاخر الزمن، ولا الزمن التصريف تاع هذا الفعل، واش يحددوا نوع الفعل هذا. كي نقول لكم نوع، يعني النوع نتاعو، سا فو دير ان فيرب دوبينيون، ان فيرب دو ديكلاراسيون، ان فيرب دو سونتيمون، احنا نعرفوهم كامل هاد الانواع، يعني فعل من افعال الراي، من افعال التصريح، من افعال العواطف، من افعال الامر الى اخره. يعني هذا الفعل كي نحددوا له النوع نتاعو، خلاص نقدروا نصرفوا هذا الفعل الثاني نتاعنا. راح نروحوا نشوفوا الجملة نتاعنا، أو عفوا نشوفوا الطريقة نتاعنا راح نعتمدوها لتحديد الزمن الذي نصرف فيه الفعل الثاني. يكفي ماذا؟ معرفة النوع الذي ينتمي إليه الفعل الأول. مثلا هل هو من أفعال العواطف ولا الأحاسيس، هل هو من أفعال التصريح، أفعال الرأي سا فو دير جو بونس جو كخوا، أفعال التصريح جو ديكلار جو دي، أفعال العواطف جو الأخر par exemple je crains je sais pas je souhaite الى اخره، يعني je veux la volonté الاراده، اذا هي من افعال العواطف الى اخره. maintenant
وقتها نديرو عندنا حالتين، يا اما نديرو لانديكاتيف، نديرو لو مود انديكاتيف اللي تعرفوه، ولا لو مود سوبجونكتيف. لو مود سوبجونكتيف راح نشرح لكم من بعد كيف نصرفو او مود سوبجونكتيف في الدرس نتاعو ان شاء الله في لي فيديو اللي راح يجيو. اليوم راح نعرفو فقط وقت نديرو انديكاتيف وقت نديرو سوبجونكتيف. معلومه اولى باللي لانديكاتيف سي سميو ان طون دو سيرتيتود، يعني لانديكاتيف يعبرنا على اليقين، لو سوبجونكتيف يعبرنا على عدم اليقين ولا الشك، لانسيرتيتود. Alors, l'indicatif c'est le temps de certitude. Ou que t'as indicatif qui est l'indicatif où ndiro ndiro le fi'l thani. يعني وقت نصرفوا الفعل الثاني على الانديكاتيف. كي يكون الفعل الاول نتاعنا يا اما ان فيرب دوبينيون، يعني فعل من افعال الراي، جو بونس، جو كرو، بونس اي كرو، افيرمي، كونستاتي، انسي دو سويت، ولا يكون ان فيرب دو ديكلاراسيون، ديكلاري، دير، انونسي، انفورمي، اي انسي دو سويت. ولكن يقول لي واحد منكم الانديكاتيف واسع، فيه لو بريزون، فيه لامبارفي. معليش، حنايا جينيرالمون اون كونجوغ لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف، مي وقت نديرو ما نديروش او بريزون دو لانديكاتيف كيكون ان فيرب دو ديكلاراسيون، ان فيرب دو ديكلاراسيون، ويكون لانه اذا راكم تلاحظوا باللي كي نستعملوا لو فيرب دو ديكلاراسيون، باردون، فيرب دو ديكلاراسيون في لو برومي فيرب يكون ان فيرب دو ديكلاراسيون، معناها رانا هذه الجمله تاعنا كامل تولي ان ديسكور انديريكت، ان ديسكور انديريكت، ويدخلوا فيها القواعد اللي قريتهم اللي راح تقراوهم معايا في لو ديسكور انديريكت. هذه فقط كملاحظه، ولكن جينيرالمون نديرو لانديكاتيف وقتها ما نديرو البريزون دو لانديكاتيف. اذا كان جينيرالمون اذا جانا هذا، اذا كان هذا بريزون دو لانديكاتيف نديرو بريزون، جاكم امبارفي ديرو امبارفي. هذه كملاحظة، بريزون بريزون، امبارفي امبارفي. مي مرات يدير لكم هذا او باسي كومبوزي ولا على امبارفي، مي ما يكونش ان فيرب دوبينيون، يكون ان فيرب دو ديكلاراسيون. هنا تولي لو ديسكور انديريكت، ماشي امبارفي ونفسه امبارفي، راح تولي فيها القواعد نتاع عفوا، هنا راح تولي القواعد نتاع الاخر. هذا ما راحش نديرو امبارفي حتى هو، راح نشوفو القواعد نتاع لو ديسكور انديريكت، راح نشوفو ان شاء الله في دروس مقبله. فقط هنا خلاص تعرفوا باللي وقت ديروا لانديكاتيف كيكون عندكم فيرب دوبينيون ولا فيرب دو ديكلاراسيون. كي نقول لك فيرب دوبينيون ولا فيرب دو ديكلاراسيون، باردون، ما نقصدكش هذا الفعل الاول، نقصدك الفعل الثاني، ما نقصدكش الفعل الثاني، نقصدك الفعل الاول. هذا ما يهمناش، هذا ما يهمناش واش شنو النوع نتاعو، يهمنا هذا الاول. اذا كان هذا فيرب دوبينيون كيما هذه الحاله، جو كرو سي فيرب دوبينيون، الوغ لو دوزيام فيرب ديراكتومون نديروه على الانديكاتيف او اس تي. نفس الشيء à l'école, les professeurs nous apprennent ma houla indique ma houla déclaration هو استفهام عادي، فعل حيادي ما يهمناش. كي يكون فعل حيادي ولا فعل verbe d'opinion ولا verbe de déclaration، le deuxième dirou au présent. هنا apprennent، alors deuxième verbe c'est toujours au à l'indicatif، هنايا au présent de l'indicatif bien sûr. راح نشوفوا الان ونكملوا حاله اخرى تاع الانديكاتيف. العربي بن مهيدي افي ديكلاري كو لي الجيريان الي تو او تار اوبتينير لور انديبوندونس، افي ديكلاري هنايا سي ان فيرب دو ديكلاراسيون او هنايا او بلوس كو بارفي، مادام راهو سي ان تون دو باسي او سي ان فيرب دو ديكلاراسيون ولا نسميو ان فيرب دو بارول، الوغ رانا دون ان ديسكور انديريكت. هنايا الفعل الثاني نتاعنا باش نعرفو في واش راح نصرفوه، هذه الجمله راح تروحوا للنص، هو اذا يمدها لكم في الاسئله هكا بصح في النص راح يمدها لكم ديسكور ديريكت، يقول لك افي ديكلاري دو بوين لي الجيريان، ويمدك الفعل نتاعك وثم تحدد كيف راح تحول التصريف نتاعك. هذه بور لانديكاتيف. مانتونو وقت نديرو سوبجونكتيف، نديرو لو سوبجونكتيف دابور كيكون انسيرتيتود، كيكونوا معناش متيقنين. وقتها نكونو ماناش متيقنين كي يكون لو بخومي فيرب اللي هي جو كخوا، هذاك الفعل لو بخومي فيرب يولي يا اما ان فيرب دو سونتيمون، يعني فعل من افعال العواطف والاحاسيس، ايمي، سويتي، فولوار، دوتي، كراندر، ديزيري، اتر سور، افوار بور، اي انسي دو سويت. يا اما ان فيرب دو سونتيمون، فعل من افعال العواطف، ولا يكون عندنا ان فيرب امبيرسونال، يعني لي فيرب امبيرسونال كيما il faut que، كيما il faut que. Il est souhaitable que. Donc, Marc Zoli, là, il faut que, verbe impersonnel. Il faut que, ou là, les verbes de sentiment, ou là, un verbe ou une expression d'ordre ou d'obligation, fi'l amr.
ولا تلقاو اون نيغاسيون بيان انتيروغاسيون ولا تلقاو الاخر نو با تلقاو نو با ولا لا نيغاسيون فورم نيجاتيف النفي هذو كامل الحالات في اربعه نديرو فيهم لو سوبجونكتيف نشوفو امثله Les musulmans souhaitaient que les combats cessent. Les musulmans souhaitaient. Souhaitaient, c'est un verbe de sentiment. Alors, le deuxième, c'est un verbe de sentiment. Alors, le deuxième verbe se conjugue au subjonctif présent. Bien sûr, la terminaison, c'est ENT. Deuxième exemple. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Maintenant, c'est un verbe de sentiment. Rana souhada. Ibarra an. Fi'il yu'abbarana. A'atifa ou la. Ihsas. Alors, le deuxième verbe, bien sûr, au subjonctif. Alors, les ouais être ou les soit. Nous sommes heureux que notre pays soit libre et indépendant. Dernier exemple, il faut que les jeunes préservent le patrimoine. Il faut que, Madame Elguina, il faut que le deuxième verbe, ndero, au subjonctif, bien sûr, préserve ENT. يعني بدينا ثلاث حالات على وقتها نديرو لو سوبجونكتيف مثلا هنا دو هنا فيرب دو سونتيمون فيرب دو سونتيمون فيرب ان بيرسونيل تقدروا تلقاو فيرب دوردر اي دوبليغاسيون باردون ولا لا نيغاسيون نو با هذو كامل ديروا راهم لو سوبجونكتيف مانتونون احمروا لحاجه اخرى اللي هي حاجه مهمه جدا اللي هي صيغ الاسئله كيفاه وهذه هي اهم شيء اللي لازم ما تضيعوش اللي هو كيفاه يجوني الاسئله على هذا الدرس واسكو جاوا من قبل في البيان وي جاوا من قبل في البيان وجاوا على لا ريلاتيف جينيرالمون لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف واش جا من سؤال اللي جا عليها جا عليها سؤال غولف دو تكست اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هذا راه جا في البيان 2019 راني ما درتوش هنا ما كتبتوش ولكن في البيان 2019 جا لهم هذا السؤال relève une subordonnée relève du texte de point une subordonnée relative une subordonnée complétive يعني في زوج جاو هذا وهذه جاو في 2019 جات ايضا في 2012 مدلو لهم جمله سطروا لهم على une proposition subordonnée وقالوا لهم quelle est la nature de la proposition soulignée تقولوا la proposition soulignée est une proposition subordonnée relative par exemple في الحاله تاع 2012 que remplace le pronom que ماذا يعوض لو برونون كو لو برونون كو اللي هو لو برونون ريلاتيف واش يعوض يعوضنا لونتيسيدون نتوما تكتبوا له هذاك لونتيسيدون على حساب الجمله نتاعكم فهذه في لا ريلاتيف لا كومبليتيف لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف يجيكم سؤال يا اما غولاف دو تكست اللي كيما جا في 2019 ولا نفس الشيء يمدوا لكم جمله يستر لكم على لا سوبوردوني باردون يقول لكم كالي لا ناتور دو لا بروبوزيسيون سولينيي بالنسبه للاخر تاع لا كونجوغيزون تاع التصريف هذيك يمد لكم يقول لكم كونجوغ او بيان مي لي فيرب اونتر بارونتيز او طون اي او مود كي كونفين وانت يتحدد يمد لك الفعل الثاني بين قوسين يقول لك صرفه في الزمن المناسب راح تحددوا عفوا على حساب الطريقه اللي نعدتها لكم اللي هي نتاع تشوفوا الفعل الاول النوع نتاعو وتحددوا اسكو سوبجونكتيف ولا انديكاتيف هذه هي الصيغه الوحيده اللي تجي على هذاك على هذاك الجزء من الدرس هذا هو الدرس تاع لا سوبوردوني ريلاتيف الى كومبليتيف اذا تفرجت هذا الفيديو كامل اتاكد باللي اي سؤال على لا كومبليتيف ولا على لا ريلاتيف راح تجيبه ان شاء الله وتضمن نقطه ولا زوج نقاط نتاعك في لو بوي alors c'est la fin de notre leçon prochaine leçon ان شاء الله نكملوا مع لي رابور لوجيك نقراو لا كوز لا كونسيكونس لو بوت لازم تتبعوا معايا مليح حاولوا تفرجوا على السلسله كامل تاع المراجعه النهائيه لانه راهم مرتبطين ان شاء الله وبهذه السلسله نضمن لكم انا تضمنوا 13 على 13 نتاعكم في لا كومبريونسيون دو ليكري ميرسي بور فوتر اتونسيون اي او ريفوار لا بروشين سيونس ان شاء الله او ريفوار